مرحبا بكم أعزائي المتابعين. سنتحدث اليوم عن نباتات مذهلة ترفع الطاقة الإيجابية في المنزل. ما هي فوائد اللافندر؟ توفر الاسترخاء وتساعد على النوم، تخفف الألم والتوتر، وتطهر الطاقة السلبية وتقلل القلق. فوائد الياسمين: الشفاء من العواطف السلبية، تقليل الاكتئاب والقلق، تعزيز الأحلام والنفسية، زيادة الوعي والتركيز. فوائد النعناع: يساعد على الاسترخاء، تعزيز صحة الجهاز الهضمي ومنعش النفس وتخفيف آلام الصداع. فوائد الخيزران: تعزيز الطاقة الإيجابية، زيادة الحظ والقوة، يعطي شعورا بالراحة والاسترخاء. فوائد الميرمية: تطهير الطاقة السلبية، مضاد للالتهابات والحساسية، تعزيز القدرات العقلية وتخفف من التوتر والقلق. فوائد الروزماري: تحسين وظائف المخ، تخفيف الضغط، تقليل السلبية، ويحتوي زيته على مضادات للأكسدة. فوائد الأوليفيرا: يساعد في تطهير الجسم، تقليل السلبية، تعزيز الهضم الصحي، يستخدم في علاج الجروح. فوائد زهرة اللوتس: تقلل من التوتر والقلق، زيادة الوعي الروحي، وتقلل من السلبية. أعزائي، لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك بها وضغط زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. ودمتم بخير.